نعم، ما زالوا معارضين، ولكن توجد مجموعة من النخب السودانية بترى بأنه إذا كان التطبيع فيه فائدة للسودان، المصالح العليا للسودان، فممكن فليكن، يعني يتم تطبيع على مستوى المنافع المتبادلة وليس على مستوى الاستخبارات والله يرى البعض دكتور الفاتح بأن السودان يعني ازدادت أزماته عن ما قبل توقيع الاتفاق أو إعلان نية التوقيع على هذه الاتفاقيات. تقصد الاتفاقيات مع إسرائيل أم الاتفاقيات الداخلية في السودان؟ لا، مع تل أبيب. هو السودان في أزمات، من غيرة تل أبيب هو في أزمات اقتصادية، في أزمة سياسية تسبب فيها المكون العسكري. المكون العسكري يريد أن يوقع مع إسرائيل على أساس أنه ممكن تجنب العقوبات، لأن العسكر متورط في جرائم حرب وجرائم تصفية وإبادة جماعية في السودان، فهم بيفتكروا أنه تعاون مع إسرائيل ممكن يضمن لهم ضمانات للخروج الآمن، وممكن يقربهم من المجتمع الدولي وأمريكا. هي وعود أعطتها بتكون تقريبا لا نجزم بإسرائيل لهؤلاء العسكر ليتعاونوا على مستوى المكون العسكري في الجيش السوداني بقيادة برهان وجنرالاته، وليس كل الجيش، وحميتي يعني. دكتور الفاتح، ألم يتخلص السودان من النظام السابق بشكل كامل وبدأ بخارطة طريق مدعومة غربيا؟ أليست هذه الأمور كافية بالنسبة للسودان، أم أن التطبيع مع تل أبيب هو الذي سيخرج السودان من أزماته خصوصا الاقتصادية؟ هو المكون المدني بالوضع الحالي والعملية السياسية الجارية الآن كافية جدا، ولكن كما ذكرت المكون العسكري هو الذي يجنح للتعاون مع إسرائيل. المكون المدني ليس مستعجل وليس متلهف للتعاون مع إسرائيل. حتى حمدوك لما ذكر هذه الجزئية كان وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت وهو يقود الحملة تاع ترامب للانتخابات بأنهم عاوزين يعني يرضوا المساندين اليهود في أمريكا بأنه ربطوا لهم برفع العقوبات في ذاك الوقت. فحمدوك كان دبلوماسي في إجابته، لم يقفل الباب أمامهم، ولكن إذا طرح هذا الأمر لاستفتاء عام ممكن نقول يعني الغالبية حتمشي مع عدم التطبيق. ولكن في الفترة الأخيرة نشأ تيار برضو نسبته ما بسيطة في أنه بيفتكروا بأنه إذا كان التطبيق بيفيد السودان وبيفيد مصالح العليا للسودان فليكن. Thank you.